عادت الفنانة أصالة إلى لبنان بعد عامين من أزمة توقيفها في المطار بسبب حيازة مواد مخدرة، وعلى إثره امتنعت عن السفر إلى هناك طوال هذه الفترة. وفاجأ مصمم الأزياء نيكولا جبران الجمهور بصورته مع أصالة من لبنان قائلاً: لها رسالة من القلب، نورت بيروت سيلفي مع أصالة، أهلاً بعودتك. وعن سبب عودة أصالة إلى لبنان بعد عامين من أزمة توقيفها في المطار هو أنها تستعد لتصوير حلقة مع الإعلامي نيشان ضمن برنامجه الجديد توأم روحي، المقرر عرضه في رمضان لهذا العام بحسب موقع الفن. وكانت أصالة واجهت أزمة في مطار رفيق الحريري في عام 2017 عندما كشف مصدر أمني عن وجود مواد مخدرة بغرض التعاطي في حقيبة الإكياج الخاصة بها، ليتم احتجازها في فترة مؤقتة ثم سمح لها بالسفر لمصر مرة أخرى على أن تخضع لتحليل مخدرات عند دخولها الأراضي اللبنانية مرة أخرى. وبسبب هذه الأزمة أصدرت أصالة نصري وقتها بياناً نفت فيه كل الادعاءات ضدها واصفة لبنان بتوأمي، لكنها اختتمت كلامها بأنها لن تعود إلى الأراضي اللبنانية إلا عندما تحميها بدلاً من أن تظلمها.